كانت اخبار كده بسرعه للكنيسه وبعض الاخبار بالنسبه للشان القبطي. طبعا اهم حاجه في الموضوع ده وهو خبر الجلسه اللي كانت بالامس بالنسبه لجلسه محاكمه الراهبين المتهمين في قتل الانبا ايبيفانيوس، وتم تأجيل المحاكمة ليوم يعني في جلسة تانية اللي هي المفروض الجلسة بقى للدفاع في ليوم 31 يناير. احنا بنحاول دلوقتي نتواصل مع الأستاذ إيهاب، معرفش ايه الأخبار، وطبعا هقول لحضراتكم يعني بعض الأمور كده لغاية ما الأستاذ إيهاب يبقى معانا. الأستاذ إيهاب صدرة محامي الراهب أشعية. محكمة جنايات دمنهور نتيجة اللي حصل في الحادثة في الواقع عفوا في الجلسة، يعني هيحكي لنا ايه اللي حصل الأستاذ إيهاب لما يكون معانا، انه تم تأجيل التأجيل للجلسة الخميس اللي جاي 31 يناير، والجلسة استمعت خلال الجلسة كان في بعض الحاجات اللي النيابة استمعت إليها. أهم حاجة كانت إن حصلت مشادة كلامية بين ميشيل حليم محامي الراهب فلتقوس ورئيس النيابة. خلينا نشوف هذا المشهد. وكان في مشهد تاني برضو مهم، ان هو كان برضو انتشر بسرعة، اللي هو كان مشهد انهيار وائل سعد اثناء خلال محاكمته وبعض التصريحات الخطيرة اللي قالها. فخلينا الاول نشوف المشادة الكلامية اللي كانت بين الاستاذ ميشيل حليم محامي الراهب فلتقوس. على اساس النيابة أداة الجريمة هناك توبيخ في مكان معين. هناك توبيخ بصوت مسموع. بصوت مسموع للمتهم الأول. توجيه للمتهم الأول بصوت مسموع. للمتهم الأول بصوت مسموع. لنقل أو تغيير مكان إلقاء أداة الجريمة. بتغيير مكان إلقاء أداة الجريمة. مين بقى الصوت ده؟ المصور برضه؟ عايزين نسأل بس من النيابة. مين الصوت الصغير؟ هو عشان ناخد اللقطة، لكن هنا رميتها أنا يمين، أنا اللي قتلت، أنا اللي اعترفت، فأنا رميتها يمين. ليه آخد العصاية وأقول له ارميها هناك تاني؟ مش أنا اللي قتلت ورميتها. ده أصلاً جابوا العصاية حسب ما كنت حاكم مكان تاني خالص من فوق بالجولة. أنا بسأل بس، هنا بقى العصاية أنا رميتها، أنا المتهم اللي خدت الوقت. فرميت العصاية كده يمين. ليه حد يقول لي ارميها لا هناك شوية؟ وده الصوت ده واضح. بس مين الشخص ده؟ مين الصوت ده؟ بس مين الصوت يا أحمد بيه؟ مصور بعد ما جبتها نسبة تماشي بس الوضع ورمى رماها كده يعني واضح ان هو رماها يعني بعدم استعلام. فالجماعه هتفرق ازاي يا سنايب؟ هو معلش هيفرق ازاي ما رماها يمين ولا رميها بشده يعني؟ ما انا رميتها وخلاص ولا انا رميتها يا معلم الصار. انا هتفرق ازاي لما انت عصايه كده؟ هتفرق لما ارميها كده؟ قرر ان هي تفرق ولا لازم ارميها بجد؟ بقالنا المصور هو من قام ازاي؟ وجود السيد رئيس النيابه. معلم المصور انا جردتك هرجعك زي ما ايه؟ هو خد الدير. هو انا فاهم ايه اللي بيحصل يا ريس؟ ان الدين تمام. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. خدني وداني تمثيل الجريمه. ما كانش الموضوع تمثيل الجريمه. خدني انا رحت يعني وقال لي خلاص هاتوا له الجلابيه بتاعته. لانه كان واقف كانوا غيرني الجلابيه وراح ملبسني الجلابيه وقال لي خلاص. جه خلق حميد بقى بالهلوم بتاعته اللي اتقلب قفلوا عليا باب تاني. وبعدين قول
خلاص يا سادة راح نوديها للمفاجر دوت وكيل النيابة. دول كانوا اهم مشاهدين انتشروا الحقيقه من الجلسه اللي كانت بالامس. ومعنا دلوقتي المستشار ايهاب سدره محامي وائل سعد اللي هو الراهب اشعيا سابقا المتهم الاول بقتل الانبا ابي فانيوس. مستشار ايهاب يعني برحب بحضرتك معانا. مستشار أهلاً ايهاب اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. طيب معلش ممكن زمايلي نعلي الصوت شويه. طيب. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك مستشار ايهاب. ويمكن زي ما حضرتك شفت او يعني مش شفت انت كنت في الموضوع كله طبعا ودول اكتر مشهدين انتشروا. انا عايزه من حضرتك ملخص لما تم بالامس وانه كان برضو انتشر انه كان في احدى المواقع الاخباريه كانت كتبت ان هو حصلوا على مذكره الدفاع وكان المفروض ان بالامس هيكون الدفاع ولكن من الواضح انه كان في بعض الامور الثانيه اللي تم الاهتمام بيها و الجلسة الجاية هتكون آخر جلسة أعتقد. وضح لنا حضرتك كل الأمور دي. تمام. هي ابتدت الجلسة امبارح وكان المفروض المحكمة مدية قرار بالمرافعة مباشرة يعني. تمام. بس إن أنا بس أنا طبعا يعني لاحظت إن ده عملت ورشة عمل مع الأساتذة المحامين اللي عندي ومع الأستاذ ميشيل بالتعاون فيما بيننا عشان نوصل لحلول ودفوع معينه وطلبات معينه. وقدمت للمحكمه في الجلسه دي اكثر من 17 طلب. انا بعت لحضرتك صوره من الطلبات دي. تمام. طلبات 17 طلب قاطعين جازمين لا يمكن التنازل عنهم. واثبتت الكلام ده بل انا خليت المحكمه نفسها تاشر بايدها على الطلبات بذكرت الطلبات اللي انا مقدمها عشان تتحط في مضبطة الجلسة. تمام. الطلبات دي طلبات يعني مطلوبة على وجه الدقة يعني. نعم. يعني على اعتبار ان حضرتك ومع نعم. الاستاذ ميشيل والمحامين كنتوا رافضين طبعا انه يكون ده المرافعة النهائية من غير ما يكون في تنفيذ للطلبات ال 17 وبناء عليها دول اللي قدموا استجابة للطلبات. استجابة دي. تمام. هو ما استجابش غير لطلبين منهم. اللي هم ايه وايه طيب؟ اللي هم سؤال الراهب اشعيا هو وائل استجابه لطلباتي انا فيما يتعلق بمناقشه المتهم في وقعه الاكراه اللي وقع عليه للاعترافات يعني بالظبط كده والتحقيقات اللي تم وهل تم التحقيق في ذلك؟ وهل تم التحقيق صراحه في موضوع الاكراه؟ اللي اتاكد ده هو محدد شخصيه اللي قام بتوجيه التعذيب ليه بيحدد الشخصيه. نعم. دي اول من ضمن الفيديو اللي استجاب ليها واستجاب للفيديو. اللي هو مصور في عمليه تمثيل الواقع اللي هو اعتبر الركن الرئيسي في وقعه الاعتراف نفسها. اللي هو تم عرضه على الكمبيوتر اللابتوب اللي كان قدامهم ده اللي هو رفضت المحكمه رفضت في الاول احنا نتفرج عليه اساسا. ورفضت تديني نسخه منه ورفضت عرضه على لجنه فنيه. ايوه كل رفض في الاول. النهارده استجابت بعد طبعا مشاده كلاميه للاسف يعني للاسف بيني وبين رئيس المحكمه بيقول لي لا انت شفته قبل كده. قلت له لا حضرتك انا طالب اصلي والطلب ده مش هتنزل عنه ولا هيبقى في اجراءات تصاعديه بعد كده خلاص. يعني انت لازم تديني نسخه ولا تعرضه لي ولا تجيب اللجنه. طب هو ليه؟ طيب أهمية الفيديو ده من وجهة نظرك وده طبعا اللي هم كانوا بيشوفوه دلوقتي اللي هو تمثيل الجريمة وإنه كان في صوت بيرشد الرابع شعية إنه يعمل إيه ويمسك العصاية فين ويحطها في يعني إيه تاني غير موضوع العصاية اللي ظهر هنا يعني هنا ظهر في المشادة دي وطريقة بالظبط الأصوات يا فندم اللي صادرة من الفيديو ده توجيهية. لا هات هنا قرب كده شويه. طب ارمي العصايه في الحته دي. طب اضرب في الحته دي. فانا بقى رئيس النيابه اللي كان حضرتك كنت حاضر التحقيق حاضر الفيديو ده قال لي ايوه لو محمد بن مصطفى رئيس النيابه. قلت له ده صوت مين ده؟ صوت مين بوجه ده؟ قال لي المصور.
مصور. مصور هو اللي بيوجه المتهم في تمثيل جريمة. المصور قلت له هو برضه قال له شيل العصايه من هنا ورميها هنا. المصور المصور وضح الارتباك للاسف الشديد للاسف الشديد على رئيس النيابه اللي هو واقف اللي هو كان واقف في المشهد عشان يقول لك اصل هو رماها بطريقه مش عارف ايه. فاحنا المصور كان بيقول له بس بطريقه استهتار وطريقه لا مو يعني ايه استهتار وانت مش واخد عشان يمثلك الجريمه يا فندم. ده بدا التحليل معاه 3:30 العصر انهى 9:30 حطوه بالوضع انه كان واقف بالشرط والفلنه الداخليه طيله هذه الفتره وخدوه لبسوه جلابيه وراح مودينه على الدير 2:30 الصبح عشان يمثل الواقعه. ده احد الشهود الامونه يساب الراهب يساب قال انه كان يقضي حاجته على نفسه 48 ساعه متواصله. كان بيحصل ايه معلش الراهب يساب كان بيقول عنه ايه معلش استاذ ايهاب؟ قال ان هو 48 ساعه تحقيق مستمر معاه في الدير. 48 ساعة تحقيق مستمر مع الراهب أشعية في الدير. في الدير من 2/8 ل 4/8 لدرجة كان بيعمل على روحه وأنا دخلت وغيرت له. يا ربي. دي تصريحات دي كانت شهادة الراهب يوساب في الجلسة اللي فاتت. موجودة في أبونا يوساب. في الجلسة اللي فاتت تمام. في الجلسة اللي فاتت مش دي. أيوة اللي قبلها احنا تابعنا ده ويمكن حطينا يعني ملخص للي كان حصل للموضوع اللي فاتت الجلسة اللي فاتت. طيب ده بالنسبة يعني امبارح كان اهم جزئين فعلا هم اللي هو سؤال أشعية واحنا شفنا طبعا انه انهار في اثناء الحكاية او هو بيقص طبعا اللي حصل معاه. فبرضو حضرتك وضح لنا اكتر ولانه في تصريح اثار ناس كتيرة غالبا يمكن ما كانش متصور. ما انا بس هقول لحضرتك اللي حصل انه كان ما اعرفش احدى الصحف كتبت انه أشعية قال ان انا قلت ان انا بتاع نسوان لكن ما قتلش. فدول الحاجتين الانهيار والتصريح ده حضرتك توضح لنا من خلال سؤال أشعية ايه اللي تم بالظبط وايه حقيقة هذا التصريح. لما كان واقف النيابة بالسهل قدام خالد بيه عبد الحميد اللي هو في العدد كان موجود في غرفة ده بموجب اعترافه وهو بموجب احاديثه في المحكمة يعني. كان يقف وتعرض لواقعة تعذيب كان واقف بالشرط والفلنة وكسروا عفته بالكهرباء. الكلام ده قاله بس مش جاي في الفيديو. ايوه يا فندم. هو المشهد بس مقتطع بانه انهياره لما كان بيعيط. فحضرتك كده بتوضح اسباب الانهيار. اتفضل. لانه وضع الاداه الكهربائيه اللي معه في مواطن عفته. فبدا يبكي انا بقى هو ما قالش اساسا انا بتاع نسوان ما قالش الكلام ده خالص. بيقول قولوا عليا بتاع نسوان. قولوا عليا بتاع اي حاجه انما ما تقولوش انا اتقلت. هو برضو يمكن خانوا التعبير شويه في الموضوع ده انه يعني هو المفترض انه لا ده ولا ده يعني لكن هو عايز يوضح قد ايه انه أسوأ حاجه ممكن تتعمل هي القتل. فيعني قولوا اي حاجه غير ان انا اقتل يعني. يا فندم الجهات كلها حضرتك عملت تمهيد نفسي للاعلام وللمنظر العام عشان يوصلوا الراجل ده لمرحله الانهيار عشان يبتدي يعترف. النهارده لما يجي يقول انا ليا على الواتساب بتاعه بتاع ابونا أشعية عليه كذا وعليه كذا وعليه كذا فين ده؟ لم تقدم جهات التحقيق سواء كل من الجهات الامنيه او النيابه الى المحكمه حرز واحد ليه تليفون اللي هو ايه طيب؟ اللي هي ايه الحاجات اللي عليه ده وده اللي هي ايه؟ اللي كانت على الواتساب اللي حضرتك بتاكد دلوقتي المكالمات التليفونيه مع بعض النساء، الكلمات التليفونيه مع مش عارف ايه، موقع مش عارف ايه، موقع ايه، ومنزل صور ومنزل احاديث ومنزل شتات الى اخره. يعني كل الكلام ده يا استاذ ايهاب كان مرسل فقط لغير، ما كانش فيه ما يدل من بعيد ولا من قريب عليه. ما فيش اي ادله حضرتك اطلعت عليها كمحامي. مجرد تمهيد لتقديم هذا الكبش بس. تمام. بس. طيب ده فيما يتعلق بالقصه دي في اهم من ده كله فوجئت ان في برامج اعلاميه اذاعت خبر على الهواء مباشره وهملك الاسماء وبالتواريخ اذاعت على الهواء مباشره خبر القبض على المتهم الراهب أشعية واعترافه بالواقعه وانه قدم اداه الجريمه. الكلام ده كان يوم 9/8
مساء يعني قبل استصدار اذن النيابه وقبل محضر التحريات وقبل القبض على المتهم اساسا. وفي ده برنامج بتاع محمد الباز. وفي مصطفى بكر عمل برنامج 8-8 وقال كده. تمام. انه تم القبض على المتهم قبل ما تم محضر التحريات وقبل ما يصدر اذن النيابه بالضبط المتهم اللي صدر اذن النيابه يوم 10-8 الساعه 2 فجرا. يعني قبلها بيومين بتقول القصه دي وجاب الاداء. الاداء دي المفروض انه راحوا الساعه 6 الصبح. قبض على المتهم في وادي الاطرون وطلع بيه على الدير جاب الاداء. ده كان يوم 10. صحيح اللي هي الصورة بالضبط اللي هي الصورة اللي احنا كلنا نشرناها بعد كده لما حصل بالفعل بالتأكيد ان هم نشروا الصورة دي على التحرير وانا مش ناسي ابدا انه كان اللوجو بتاع صحيفة التحرير تقريبا عليها اللي هو اليوم اللي كان فيه خدوا اشعية الدير عشان يمثل الجريمة فهو ده كانت اول حاجة كان يوم 10 فندم الكلام ده كان يوم 10 فمنين بقى مصطفى البكري والباز مصطفى البكري برنامج حقائق واسرار وبرنامج محمد الباز جابوا المعلومات دي على قناه المحور بتاع المحور وعلى سي تي في الصحفي نادر شكري اللي جه يوم 11-8 وقال انه مكتشف الواقع يوم 6-8 واكتشفوا الراجل اعترف ان يوم 6-8 وقدم اقدام 6-8 شكرا الكلام ده في على سي تي في طلبت من المحكمه برغم ما كان مخاطبه مدينه الثلجه اهم الحصول على تسجيلات من هذه المواقع بس هو قال يوم 11 يعني كده المفترض انه كان بعد ما الاخبار اوريدي اتنشرت يعني هو بس التركيز على انه منين الاخبار اللي اتقالت قبل ما يحصل كل ده اللي اتنشرت طيب بناء عليه حضرتك طبعا جمعت كل اللخبطه اللي في التواريخ والتصريحات اللي كانت سابقه للقبض عليه وسابقه تمام طيب من ضمن الطلبات طيب يعني حضرتك بتقول المحكمه من ضمن المحكمه استجابت لاثنين بس من 17 طيب بس من 17 طلب وبقيه ال 17 كان ايه الرد على حضرتك عليهم ولا كانت مضى عليهم قال انت خلاص مش اثبتهم في محضر الجلسه وثبتهم لك وما هتطلق على المذكره بتاعتك خلاص انت عايز ايه؟ طيب قلت له كده مع وضع في الاعتبار ان تلك الطلبات جوهريه وجازمه وقاطفه الدعوه وان مرافعه الدفاع لا تعني على الاطلاق تنازله عن هذه الطلبات باعتبار انها تكاتفت قوى الشر قلت له كده في محضر الجلسه تكاتفت قوى الشر كلها لتقديم هذا الكبش الى المحكمه تمام ده كان بالامس كل ده ايضا طيب بناء عليه يعني كانت الجلسه عباره عن تنفيذ طلبين فقط من ال 17 طلب وكان بعد كده مسار الجلسه مش ازاي اللي انت عرضهم حضرتك اللي انت عرضهم ايوه يا فندم مش ازاي بعد كده الدنيا يعني قول لنا وصلنا لكده انه مفيش تحقيق اترفع وكيل النيابه رئيس النيابه اترفع في القضيه واستعمل الشعارات لدغدغه مشاعر المحكمه لا تخرج عن ما قرره قررته التحريات ان الاشعيه وفي التأوس اتفق فيما بينهم على قتل الانبا ببنيوس مرتين سابقتين هذه الواقعه على الرغم من مقدم صوره ضوئيه من لسه اقدم اصل طبعا بقدم صوره ضوئيه من احشاد التحركات الانبا ببنيوس ان التوقيت اللي كان بيتكلم عليه التحريات والتوقيت اللي بيتكلم عليه في المرافق في النيابه اساسا هو كان خارج البلاد في استراليا المرتين يعني المرتين اللي قالوا ان هم حاولوا قبل كده ان هم يقتلوه المرتين دول هو كان الانبا ببنيوس خارج البلاد كان في استراليا فانا ما جبتش التحركات بالكلام في المرتين يا استاذ ايهاب يعني مش مره واحده في المرتين اللي هم بص حضرتك التوقيت انا لما سالت خالد عبد الحميد قال لي انه من يوم 15 يوم سابقه سابقه على الواقعه يوم 22/7/2018 الانبا ببنيوس مقدم استغاثه الى رئيس الجمهوريه قدمتها برضه استغاثه لرئيس الجمهوريه نتيجه التعدي على اراضي التابعه للدير انبا مقار وبعت الرساله دي يوم 22/7 قبل الواقعه دي طلبت المحضر اللي اتعمل فيما يتعلق بالمختل العقلي اللي نط جوه الدير وعمل الاجراءات ده واتمسك جوه الدير واتعمل محضر بيه برضه قبل طلب بالرفض وما تنفذش طلبت الانبا دانيال كابتن المجمع المقدس اللي باشر التحقيق فيما يتعلق بالتحقيقات اللي تمت في الكنيسه
وان هو كان موجود في لجنه في لجنه التجريد. يا فندم لجنه التجريد دي كان عباره عن صوره منسوخه من عقل احد القيادات الكنسيه. يا فندم قرار التجريد طلع ب 5/8/2018 5/8 صباحا. ايوه لجنه التجريد اجتمعت فجر 6/8. ازاي قرار تجريد يصدر قبل الاجتماع؟ طب ايوه يعني ازاي حضرتك قرار تجريد يصدر قبل ان يجتمعوا اللجنه بالراهب؟ روما هل ينفع اتكلم في الاعلام اقول ليه؟ ما ينفعش. المهم 5/8 صدر القرار بالتجريد. صباحا 5/8 ده اساسا وائل سعد او الراهب اشعيا كان بيتحقق معاه في نيابه وادي النطرون اساسا. ومحجوز من يوم 4/8 عندهم. الله يعني طب اللجنه راحت له فين؟ راحت له في الدير ولا راحت له في المك... يعني بناء على كل اتعرض على النيابه. انا هشرح لك بس الايه بالتفصيل كده. تمام 4/8 4/8 ايوه عرض المتهم انا مش عارف المتهم بايه؟ بالمخالفات الاداريه والماليه والى اخره. خلاص اتعرض على النيابه يوم 4/8 قالت النيابه ايه؟ يحجز المتهم ويعرض علينا صباح باكر. ده واحد. اثنين يمنع الاتصال بالمتهم. يمنع الاتصال بالمتهم اساس تماما يمنع الاتصال من اي جهه؟ يعني المفترض منع الاتصال ده من كل الجهات. تمام يا فندم. تمام خلاص كمل حضرتك. يمنع الاتصال بالمتهم. اللي بعده بقى عرض المتهم يوم 5/8 الساعه 12:30 مساء على النيابه. النيابه اخر سؤال سالته انت محل اقامتك ايه؟ قال لهم شارع النصارى غرب ابو تيج اسيوط. اقفل المحضر عقب ما قتلت وقررنا الاتي يخلى سبيل المتهم بضمان محل اقامته اللي هو قال عليه. يعني ده معناه ان هو لازم يروح اسيوط ما يرجعش على الدير؟ بالظبط كده. كل ده ما كانش لسه لجنه اجتمعت اساسا على الوضع اللي بتكلم فيه حضرتك. طب وهو راح فين اساسا؟ لا طب هو بالفعل تم اخلاء سبيله وخرج ولا ما تمش اخلاء سبيله؟ انا هقول لحضرتك. كمل اتفضل. 5/8 الساعه 1 مساء قالت ايه؟ يعرض المتهم على مصلحه الطب الشرعي عما اذا كان الاصابه اللي في ايده دي نتيجة انتحار من عدمه. كويس؟ على أن يظل في قبضة الأمن العرض بمندوب بكرة على 6/8 على مصلحة الطب الشرعي. يعني من 4/8 5/8 6/8 أنا مع النيابة وقوات الأمن. يعني لم يخلى سبيله وكان من ضمن الموضوعات القرارات إنه يمنع الاتصال. خلاص طبعا يا فندم. راح عملوا إيه بقى الأمن؟ طبقا للتوجيهات الكنسيه اللي جات لهم من فوق خدوا المتهم الساعه 1 بالليل وراحوا بيه الدير. عرضوهم على اللجنه الساعه اتعرض على اللجنه ايوه بتاعت التجريد 1:30 فجرا اللي هو فجر 6/8 فجر 6/8 اللي قرار التجريد اساسا كان وصل لهم قبل كده بكتير يعني اللي هو كان اوريدي متاخد. بالظبط كده طيب خد وده ما يعني ما اثرش في الواقع انما اوريك بس مدى الضغوط النفسيه والعصبيه اللي هو قال عليها في التحقيق يوم 5/8 صفحه 154 قال كده انا تعرضت لضغوط نفسيه وعصبيه شديده جدا من الضباط. طيب فدي كل اللي حضرتك قلته ده طبعا اللي هو بيؤكد انه في تناقضات ان في امور مش واضحه في التواريخ وحضرتك اثبتها. اكراه يا فندم واكراه كل ده طبعا. طيب وده المفترض انه اللي حضراتكم هتستندوا عليه حضرتك والاستاذ ميشيل برضو بالنسبه للراهب فلتقوس برضو كان بيقال في جزئيه خاصه بانه تم عرضه برضو على الطب الشرعي. جيت تقرير بيقولوا مسلمين فالاستاذ ميشيل طلب اللجنه اللي عملت الكلام ده اللي هو علشان خاطر ما اسباب الانتحار الاقبال على الانتحار فالتقرير بيقول ايه يا استاذ ايهاب؟ التقرير جاي بيقول انه مسؤول عن كل التصرفات السابقه واللي موجود حاليا.
هو كان مكتوب انه بناء على كلام وتصريحات للمستشار ميشيل حليم، كان بيقول انه قالوا اثبت تقرير الصحه النفسيه للراهب فلتاوس انه لا يعاني من اي امراض نفسيه، لكنه شعر بالضغط والياس عندما وجه له الرهبان تهمه قتل الانبا ابي فانيوس، على عكس ما تداول من اخبار عن ان الراهب فلتاوس حاول الانتحار بسبب شعوره بالذنب من قتل الاسقف. صحيح. طيب، وده الجزئيه الخاصه بالراهب فلتاوس. طيب على فكره الرهبان كلهم اساسا ما حدش قال كده خالص، كلهم قال تحريات، طالما التحريات قالت كده خلاص احنا بنقول كده، ما حدش اعترف بالكلام ده خالص. كل الشهود اللي جت في المحكمه انكروا هذه الواقعه الاعترافات تماما، وقال استحاله مطلقه مطلقه انه ان حد ابونا اشعيا او ابونا فلتاوس يشتركوا في مثل هذا العمل على الاطلاق. طيب، كان شاهد يا فندم جوه في المحكمه اكثر من 16 راهب حضروا في المحكمه. طيب، بناء على كل الاثبات من اثبات وبالنفي. طيب، يعني بناء على كل ده، طيب الوضع ايه دلوقتي يا استاذ ايهاب؟ يعني النهارده طبعا كده تم تاجيل القضيه لجلسه 31 يناير، والمفروض ان دي جلسه الخميس دي اللي هتبقى المرافعه بقى النهائيه ان شاء الله، ولا ممكن تتوقع ان يحصل برضو حاجه تاني؟ هل المحكمة ستستجيب للطلبات اللي احنا قلناها في محضر الجلسة وسلمناها والمحكمة وقعت عليها؟ هل هتستجيب؟ مش عارف. هل المحكمة هتلزم الدفاع بالمرافعة؟ طيب، المرافعة اللي هي انتشرت على مواقع التواصل برضو، واهم النقاط اللي حضراتكم دي انتوا اللي بعتوها للصحف، تمام؟ ولا ايه؟ في حضرتك، لا طلبات حضرتك بعتها لنا احنا عرضناها في دلوقتي، كان انتشر على الصحف اهم نقاط الدفاع اللي انتوا هتستندوا عليها، وكانت في مجموعه صور عن تناقضات الطب الشرعي وامور اخرى. دي حضراتكم، دي انت حضرتك والاستاذ ميشيل ومجموعه المحامين اللي دامجين هذا، يعني دي المذكره دي، وتم يعني تم عرضها او تم يعني توصيلها للصحف، ولا دي ايه؟ بالظبط كده، يعني دي حضراتكم هي النقاط كلها اللي المفروض هتعتمدوا عليها في الدفاع. بالظبط كده. مجموعه يعني عددها كم يعني صفحه تقريبا؟ مش دي المرافعه، دي النقاط، جزئيات من المرافعه المتعلقه ببعض الاجزاء الهامه في الدعم. نعم، اللي هي زي ما حضرتك حكيت عن اجزاء منها واللي فيها تناقضات، والطب الشرعي والرؤيه اللي بالليل برضو لما ده الطب الشرعي دي مأساة. دي مأساة وحدها. طب مش ده مأساة، لو حضرتك والسادة المشاهدين لو يشوفوا التناقضات العجيبة بين كبير الأطباء الشرعيين وبين الطبيب الشرعي المشرح اللي جاب لي معاه في جيبه هو جاي، خدوا اهو التقرير بتاع الأداء. تقرير الايه؟ تقرير الايه اللي قال لك خدوه؟ الأداء المستعملة في الحادث عليها نزازين دم يخص الأنبا بيدنيوس، جابها معاه في شهر 12 والواقع من شهر 7 جايبها معاه وجاي، ولم يتصل علم المحكمه قانونا بها، انت جايبها لي في جيبك وجاي تقولي ايه؟ يا نهار ابيض، كنت الاطباء الشرعيين اللي بتتكلم في الواقعه بتقول لك دي جرح رضي ولا يصنع قطعي، وان الطبيب المشرح خانه اللفظ وخانه التعبير في اثبات ذلك، ثم يجي الطبيب الشرعي الاساسي المشرح يقول لا انا مصر على ما قلت عليه، هناك جرح حد من فوق جرح حد من تحت وفي تهتك من في الوسط، وما يتعلق ان هناك المفروض كده ثلاث اداه استعملوا في هذه الواقعه، تمثيل الواقعه نفسها واقعه التعذيب كان كلها من الخلف فوجئت في ثلاث اصابات في اليمين وثلاث اصابات في الشمال واصابه واحده من ورا، التخبط كميه تخبطات، هل هذا التخبط طيب يفسر لصالح المتهم؟ نعم. طيب، إلى أي مدى حضرتك، معلش في السؤال ده برضو، ضامن البراءة في الجلسة اللي جاية بعد الدفاع؟ لو الأدلة دي كافة الأدلة الدعوة طرحت أمام هيئة مغيرة، هيئة هذه الدائرة، أعتقد الاعتراف كله يسقط تماما في الحق المتهم، لأنه كان جاء وليد
جاء وليد إقراره واضح وصريح، وأن كافة الاعترافات والمقدمات التي ساقتها النيابة العامة إلى المحكمة كلها قد انهارت تماما امام كافه المستندات المقدمه منا في الدعوه وكافه التحقيقات وكافه الشهود اللي شهدوا في الدعوه، ان الحاله التي كان عليها المتهم لا يرسى لها، وانه كان حاله اكثر من 48 ساعه احتجاز كامل في غرفه يتعدى عليه وتعذب والى اخره، عشان يوصل في الاخر من يوم 2/8 لحد يوم 4/8 بيعذبوا فيه في الدير، وكان ياخدوه بره يشتغلوا فيه 4/5/6/8 وبكده يعدوا من 6/8 ل 9/8 وهكذا. كل ده وانت مش عايز تقول 9 ايام في ضغوط عصبيه ونفسيه وبدنيه غير عاديه، واقول الاعتراف ده سليم؟ طيب والجزء الخاص بالرأي فلتقوس بقى، كانوا معتمدين على انه كلام اشعياء مش كده، انه هو اللي قال انه الرأي فلتقوس كان واقف بيراقب، ولا ايه الدلائل الاخرى يعني؟ فبالتالي لو احنا بنتكلم عن اكراه في هذه الامور كلها، فبالتالي حتى الاتهام بالنسبه للراهب فلتقوس كده يعني يعتبر برضو غير صحيح، منتفي تماما. والجزئيه بتاعه الانتحار دي برضو اعتقد دي حاجه هتبقى مع يعني ما لهمش هم علاقه بيها، لو ان البعض بيقول انه يعني بالتاكيد شارك والا ما كانش انتحر، فدي برضو يمكن الاستاذ ميشيل بيحاول ان هو طبعا يفندها اول حاجه من ضمن الحاجات في التأوس نفسه، اظن في التأوس نفسه. طب اذا كنت انا عايز انتحر عشان انا خفت ان ينكشف امري او قلقت من ذلك او اتبر ده ما يطلع اي مكان السبب، رحت موت نفسي، لما انا اعتنت انتحر هستأذن حد؟ لا. لما انا انتحر ايه اللي يخليني اروح على العياده؟ لما انا انتحر ايه اللي يخليني اروح العياده اساسا؟ على اساس ان هو بعد ما قرر القرار ده راح للعياده على اساس يلحقوه ينقذوه، راح للعياده بالظبط كده. تمام. ده بلاش كده، ابونا اشعيا نفسه لما بقول انا حصلوا حرور انتحر الانتحار بذبح نفسه، راح الطب الشرع لك دخلتش بصباعي ايد حد. تمام. طيب يعني احنا كده في انتظار الخميس اللي هي المفروض هتكون الدفاع ان شاء الله، الجلسة تعتبر كده الجلسة الأخيرة قبل النطق بالحكم، ومتوقع بنسبة كبيرة أن يكون في النطق بالحكم الخميس بإذن الله. أتمنى يا رب يوفقنا يا رب، أتمنى يوفقنا، ربنا يوفقكم إن شاء الله. وطبعا يعني إحنا كلنا بنبحث عن الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، وطبعا مجهودات كبيرة حضرتك قمت بيها طبعا والمستشار ميشيل حليم، يعني إحنا بنعتذر له إن إحنا بس ما تواصلناش حتى معي عشان خاطر الوقت النهاردة، ولكن إن شاء الله هيكون لينا تواصل أكثر بعد الجلسة اللي جاية، ونحاول برضو نفهم الأمور هتمشي إزاي. نشكرك شكرا جزيلا مستشار إيهاب سدرة، محامي الراهب أشعياء وسابقا وائل سعد، و كلنا في انتظار طبعا جلسة الخميس القادم 31 يناير. اشكرك شكرا جزيلا. معلش مشاهدينا طبعا كان لازم ناخد كل الوقت ده، كان لازم نفهم الدنيا ماشية ازاي، الادلة اللي هي الدفاع مستند عليها بالنسبة لتقديم براءة المتهمين، وفي نفس الوقت زي ما بنقول احنا من الاول وبتكلم مع حضراتكم انه احنا نقلنا في الاخبار اللي انتشرت في الاول زينا زي غيرنا، بعد كده بنتابع مع القضية بحيث انه الدفاع هنا والمحامين اثبتوا امور كتيرة خلتنا كلنا ايه اللي بيحصل، في ايه، في حاجات فعلا مش مظبوطه، في تناقضات كثيره جدا زي ما اتعرض على حضراتكم المذكره الدفاع والطلبات اللي قدمها الاستاذ ايهاب وكل ده، وشفنا طبعا امور كثيره جدا مفاجآت ظهرت في خلال الجلسات، وده اللي احنا كنا بنقوله ان الجلسات هتظهر حاجات كثير قوي، باقي انه يا رب تنكشف الحقيقه كامله، ولا نريد شيء غير الحقيقه، وان شاء الله الجلسه اللي جايه كلنا في انتظارها. ويعني ده بالنسبة طبعا للموضوع الشائك، الموضوع اللي انتشر بشكل يمكن زي ما بنقول أخذ شهرة عالمية أو أخذ يعني اهتمام عالمي، قصة مقتل نيافة الأنبا أبي فانيوس في الدير، وإنه كان الأمر إنه يتم اتهام 2 رهبان من رهبان الدير بقتله.